السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عشان نعمل سيلكت على عنصر معين، ممكن بلاقي هنا الاقي سيلكت اول. لو انا عايز اعمل سيلكت لكل العناصر او سيلكت نان او انفرت سيلكشن، لو انا عايز اعمل سيلكت على حاجة معينة وعايز اعكسها واعمل سيلكت على بقية الحاجات، فاجي هنا اقول سيلكت انفرت سيلكت واعكس السيلكت اللي انا عامله. طيب، في بعد كده حاجة اسمها سيلكشن تري. سيلكشن تري ديت بيجيب لي العناصر كلها، كل حاجة موجودة. عندي الحاجات الخاصة بالإنشائي ودي الحاجات الخاصة بمعماري، بريم أعملهم مظبوطين. يعني الدور الأول ودي العناصر اللي تحتيها، الدور التاني وبلاقي العناصر اللي موجودة، بقف على واحدة فيهم بيبدأ يعمل سيلكت عليها. خلي بالك، لو كليك يمين بيقول انت عايز تعمل سيلكت لإيه بالظبط. يعني ممكن اقول له ايه، لاست اوبجكت، فيرست اوبجكت، تو لاير، اي حاجه على نفس اللاير. ماشي، فدي حاجات بتساعدني انا اختار سيلكت اقوى من بقيه البرامج. طيب، لو انا عايز اظبط السيلكشن دور في كذا مجموعه، يعني اعمل مثلا ايه، حيطان الدور الاولاني مثلا في مجموعه، سهل ان انا اعمل سيلكت ليها واديها حركه او ان انا اديها لون، وات ايفر، اي شيء انا عايز اعمله. بعد كده هاجي هنا بلاقي حاجه اسمها ماش سيتس، ده بدير بيها السيتس اللي احنا نعملها. يعني ممكن مثلا اكون عامل سيلكت على مجموعه من العناصر مثلا، وليكن دول مثلا. ماشي، مثلا دول كلهم عامل عليهم سيلكت. ممكن اجي هنا في سيتس واقول له ايه، سيت سيلكت، واشوف الاسم المناسب ليهم واروح مسميهم الاسم دوت. ممكن اجي هنا مثلا واقول له انا عايز مثلا الروف، تمام، سيتس، هحطه في سيلكشن اسمه ايه، روف. تمام، ده بيسهل لي ان انا اعمل سيلكت بعد كده. ممكن دوت اظبطه مع حاجه معينه، اعمل بقى حركه، الحركه بعملها من التايم لاين. ممكن اعمل حاجه بسيطه زي ان انا ادي لهم الوان، ابيرنس بروفايلر، اضغط هنا بيبدا يقول لي دي السيتس اللي موجوده عندي، فبقول له ايه ريفريش، فبيبدا يظهر لي اخر حاجات موجوده. فبقول له انا عايز الروف، اعمل عليه سيلكت. لو قلت له 200 وقلت له تست سيلكت هيبدا يعمل سيلكت عليهم. طب لو قلت له روف وقلت له تست سيلكت هيبدا يجيب لي العنصر ده. طب انا مش عايز اللون دوت، انا عايز اختار له لون وليكن مثلا اخضر، اقول له اوكي. تمام، اد، ممكن ده مثلا اقول له ايه، تست سيلكت، اختار وادي له لون تاني مثلا الاصفر، واقول له اوكي واضيفه. تمام، ابدا يعني لو انا ظبطت السيتس تحت كلها بتاعت المشروع كله، ابدا كل واحد فيهم اظبط لها لون معين واقول له ايه، ولما اخلص خالص بقول له ران. ببص كده بلاقي الروف هو ده اللي ظهر لي واخد اللون الاخضر. تمام، وممكن اسيفها بحيث ابقى ارجع لها في اي وقت. يعني فرض ان حصل تعديلات كتيره وجبت ملف جديد او حصل اي حاجه، ممكن ابقى ارجع لها في اي وقت. تمام، دي بس نظره سريعه على موضوع ان احنا نعمل سيلكت لحاجه، وان احنا دي شغل سيلكشن تري وسيتس. ممكن اروح مثبتها لو انا محتاجها معايا على طول، تمام، او افكت التثبيت بحيث ان انا اول ما اقرب منها تبدا تظهر معايا، ولو مش عايزها بروح دايس على نام كلوز فبتختفي تماما. اخوكم عمر سليم، ان شاء الله مكملين مع بعض في نفس ورك.